من أجل مطابقة القوانين لي ستاتو يافي 4 بوين وكانت المصادقة بالإجماع. اليوم الجمعية العامة العادية ل لا سيزون 2020 السنة الرياضية ل 2020 وكذلك للسنة الرياضية 2021 حتى غاية 30 نوفمبر. كانت الموافقة تاع أعضاء الجمعية العامة بالإجماع على التقرير الأدبي والتقرير المالي لموسم 2020 ولا السنة لا سيزون سيفيل 2020، وكانت كذلك المصادقة على التقرير الأدبي والتقرير المالي للسنة الرياضية بداية من 1 جانفي إلى 30 نوفمبر، يعني هذا الوقت اللي سيرنا فيه هذا يعني الرابطة كان لزاما علينا باش يعني اكسيبسيونيلمون باش نجوزوا لو بيلون تاعنا هذا بتقرير مرا يعني لو كوميسار كونت والمصادقه تاع اعضاء الجمعيه العامه، وكذلك انتخبنا لا كوميسيون الكترال لا كوميسيون دو ركور وكذلك لا كوميسيون دانفونتار لي سيبليون يعني وكل ما يتطلبه القانون يعني تاع الجمعيات العامة العادية. ويعني نحن يعني أعضاء الجمعية العامة ولا الجمعية العامة عندها رونديفو لو 22 ديسمبر من أجل انتخاب الرئيس والمكتب اللي يسير الرابطة المحترفة لما تبقى من العهدة الأولمبية. إذا عندكم أسئلة وما تكونش يعني متكررة، احنا هنايا باش نفيدكم ب يعني الجواب اللي الذين نروه مناسبا. تفضلوا. لازم السؤال يتعاود اليوم الجمعية العامة ترشح، حل وقت الإعلان ترشح من عالميين، وحبينا نعرفوا تركيبة لجنة الترشيحات ولجنة التضامن إذا الأسماء يعني راهي موجودة، لأن على غير العادة وتنفيذا للقوانين الفيفا وقرارات المكتب الفيدرالي اللجنة فيها رجال قانون، لأن هي لجنة من كما نقولوا مستقلة وفيها رجال قانون اللي كانوا حاضرين اليوم، وتم عرض الأسماء تاعهم كانوا حاضرين اون شاري اون نص على اعضاء الجمعيه العامه، واعضاء الجمعيه العامه وافقوا على هذا الاعضاء اللجنه، وكذلك مدعمين باعضاء من الجمعيه العامه، كاين 5 رجال قانون وكاين 3 من اعضاء الجمعيه العامه، وهذه هي هذو هما لي ديريكتيف تاع فيفا والمكتب الفيدرالي مؤخرا اللي اجتمع، ويعني بارمي لي ريزوليسيون تاع المكتب الفيدرالي في هذا الاتجاه، يعني باش يكونوا رجال قانون متواجدين في اللجان القانونيه واللجان لي كوميسيون الكترال تاع الركور، وحتى اللجان القانونيه اللي متواجده لا سي ان ار ال، كذلك لجنه الانضباط الركور، هذو كلهم يمرون عبر الجمعيه العامه الانتخابيه ويزكوا ويعني يقدمهم رئيس الرابطه او رئيس الفيدراليه من يحق له القول في كل جمعيه تاعو، ويصوتوا عليهم باش يعني نتماشى والقوانين الجديده. الترشح من عدمه اليوم الجمعيه العامه، نعم، هل تترشح لعهده جديده يكتفي؟ احنا جينا في 2018 في نصف العهدة تاع السيد محفوظ قرباج اللي كانت العهدة من 2016 ل 2020، احنا جينا في 2018، وبعد تغيير نظام المنافسة اللي ما سمح لناش باش نديروا الجمعية العامة في وقتها المحدد في 2020، هذا نظرا لعدم مطابقة القوانين لي ستاتو. هذا الشيء تم البارح، واليوم نقدروا ندير جمعية عامة انتخابية، انا اقولها يعني
من هنا نهاية الأسبوع هذا إن شاء الله سأعلن عن ترشحي من عدمه نهاية الأسبوع في ندوة صحفية، لأن اليوم رانا كملنا يعني كل الإجراءات، الجمعية العامة الاستثنائية، الجمعية العامة العادية، نحن بقت لنا خطوة على باش نرجعوا للشرعية، والشرعية بديناها بالبارح يعني المطابقة تاع الاستاتيو، واليوم جوزنا لي بيلون يعني المصادقة تاع لي بيلون، بيلون مورالي فينانسي دو لاني 2020، بيلون مورالي فينانسي بور لاني 2021 جوسكو 30 نوفمبر. باقي الخطوة الأخيرة للجان تاعها اليوم رسميا انتخبت، وبالتالي اللجنة تخدم ودير البرنامج تاعها بالنسبة للديبو دي دوسي، بالنسبة للإتيود يعني دراسة الملفات، لا بوبليكاسيون تاع الأسماء، الطعون إلى آخره. وأنا إن شاء الله قبل نهاية الأسبوع ندير يعني لقاء ان بوان دو بريس، ويعني لأعلن عن ترشحي من عدمه. نعم. عكس ما كان سابقا انه المكتب بالطبع. هل سندوار بدا يفكر في المكتب الجديد؟ هل هذه النقطه ممكن هي اللي راحت اللي اخرت التصريح او الاعلان عن ترشح من عدمه؟ نظن هذا السؤال تاع صحفي ذكي، لان الذكاء تاعك خلاك تطرح السؤال هذا، لان لو كان اليوم نقول لك باللي انا راح نترشح سما راني موجد كل شيء، وكاع انا لحد الساعه يعني باش يعني كاين دي زيتاب، فوتنا الجمعية العامة الاستثنائية، فوتنا الجمعية العادية، حاليا ينصب تفكيري عن ترشحي من عدمه في كلتا الحالتين، والإنسان يخمم واش يدير، لأن من قبل نخمم على روحي أنا نترشح وما يهمنيش باسكو الناس قاعد ترشح، وصبنا روحنا يعني في 2018 مكتب تاع رابطة اللي أنا ماشي مسؤول عليه، هما زملائي أصدقائي انتخبوا من طرف أعضاء الجمعية العامة وكانوا متواجدين في المكتب، ولكن هذه المرة الرئيس هو من يختار الأعضاء تاع المكتب تاعه، لهذا نظن عمليتان مختلفتان، برنامج واحد يعني. برنامج، بارك الله فيك، ماشي كل واحد يجي يقول لك أنا عندي تصور، أنا عندي تصور، أنا عندي تصور، لأن الرابطة المحترفة فيها الصلاحية تاع الرئيس بينه والصلاحية تاع الأعضاء بينه، اللي يحب تكون عنده صلاحية كبيرة يترشح للرئاسة، اللي يحب يسكونتونت بوش يقولوا لي ستاتو اللي مشي أنا اللي درتهم، مام هادو مشي أنا اللي درتهم، دارهم المكتب الفيدرالي واللجان المنبثقة من المكتب الفيدرالي. يعني كاين عندك حقوق وواجبات، كاين عندك صلاحيات، رضيت بالصلاحيات اللي عطاك اللي عطاهم لك القانون مرحبا، الا ما رضيتش بهذه الصلاحيات وشفت روحك كبير على هذه الصلاحيات الممنوحه لك، كاين حاجه يسموها الاستقاله ولا الاعفاء، وكاين دي سوبليون. نظن هذه المره لا، كاين رئيس والاعضاء تاعو. انا غدوه الا جبت يعني ترشحت مثلا وجبت معايا عضو، انني عارف العضو هذا شكون وكيفاش نتعامل معاه، لان قضيه مجموعه، وهذا هو الشيء المستحب. كما في المكتب الفيدرالي كاين يعني رئيس والمكتب تاعو، لا ميم شوز بالنسبه للرابطه المحترفه. خلي الاخواني تفضل. الحديث عن نظام المنافسه الجديد وما يحمله من اجراءات، هل يتوافق مع متطلبات الانديه، وما هي اهم النقاط الواجب تصحيحها او تغييرها في المحيط الكروي؟ اولا لازم الناس تفهم باللي الرابطه ليس الرابطه هي من يعني تسير كره القدم الجزائريه. كره القدم الجزائريه كاين مكتب فيدرالي هو اللي يدير السياسه تاع كره القدم في الجزائر. الرابطات عنده يسيروا المنافسه وقوه اقتراح، لأن رئيس الرابطة المحترفة
هو ماهوش عضو في المكتب الفيدرالي، هو يجي يدير ليكسبوزي تاعو تاع النشاط تاع الرابطه المحترفه. وبالتالي احنا هذا نظام المنافسه اللي صدقت عليه الجمعيه العامه، ما حل الرابطه الا تنفيذ قرارات المكتب الفيدرالي فقط. يعني الرابطه ممكن اذا طلب منها ومن الانديه ان باش يدلوا بالاراء تاعهم تجاه نظام ما او صيغه ما، يقدروا يعطوا الاراء تاعهم، يقدروا يكونوا يعني اون فورس دو بروبوزيسيون من اجل الاثراء. والمكتب الفيدرالي لا شاف باللي الرابطه ولا الانديه ولا يعني التقنيين صائبين في مقترحاتهم، نظن ما كانش اللي يكون ضد لعبه كره قدم ولا ما يجري داخل او خارج في المحيط تاع كره القدم. سيمدور فقط في حال ما اذا يعني اعلن ترشحك رسميا، نعرفوا باللي في العهده تاعك كاين ايجابيات وكاين سلبيات، يعني نقدروا نعرفوا اين هي السلبيات اللي راح تتفاداها ان شاء الله في المستقبل؟ سؤال وجيه، لان انا بدايتي في 2018 كرئيس رابطه والمكتب المسير، حنا كلنا يعني جينا من انديه، والتسيير تاع النادي ماهوش هو التسيير تاع الرابطه. وبالتالي الظروف اللي جينا فيها كانت ظروف غير عاديه. في بدايه الامر كانت ظروف عاديه، وبعدها اصبحت غير عاديه، لان فيه نظام ذهب ونظام انترميديار كان، ومن بعد جاء نظام آخر فيه حراك الذي أعاق يعني السير الحسن، فيه لقاءات بدون جمهور، فيه ظروف استثنائية. من بعد كاين استقرار حاليا، كاين يعني سياسة جديدة. اونترتون كاين الكوفيد، الكوفيد هذا اللي اثر يعني كان يعني اثر كثير في المسار، لان شفنا 7 شهور تقريبا النوادي كان جمود، ما كانش يعني ما كانش كومبيتيسيون، لاعب ما يلعبش، كثير من الامور كانت غير منتظره وما كانتش كاينه من قبل. هذه كلنا عايشناها، بدينا بطوله في اواخر السنه 27 نوفمبر، كملناها في 24 اوت. كانوا عندنا مشاكل يعني، وكي كملت كي حبسنا البطوله في 22 مارس 2020 البطل والى اخره، ما كانش كاينه من قبل. هذه زدنا كذلك حتى بالنسبه للفرق في 2021 اللي شاركوا في كاس افريقيا، العمليه كانت غير على غير العاده. هذه كلها مطبات اللي احنا بتسيرنا الرابطه يعني نقولوا تعلمنا، نقولوا نقدروا نجتنبوا كثير من الهفوات كانت كاينه من قبل بحكم التجربه. لان يعني نقولها ونعاودها، تسيير نادي ماهوش تسيير رابطه. وبالتالي نظن الانسان لازم يكون يستفاد من الخبره اللي عايشها في الميدان والممارسه، خاصه في هذه الظروف الصعيبه، في هذا الربع فصول اللي عشناها اللي ما عاشوهاش اللي من قبل. كذلك في يعني عدم الالتزام المتعاملين تاعنا تجاه الرابطه ومن خلال الرابطه الانديه، وهذه كلها مطبات اللي يعني اللي خلاتنا ربما التسيير ما يكونش واضح. ولكن هذه الامور في حاله ما اذا، في حاله ما اذا قررت ان اترشح، يعني هذه النقاط كلها تؤخذ بعين الاعتبار، وتكون يعني تكون تجربه، ويكون هذه التجربه اللي مرينا بها تقريب من 2018 ليومنا هذا يعني تفيدنا كثير في تسيير البطوله اذا ما ترشحت. نعم. موعد تاعها مازال ما تحددش. سوبر كاس ممتازة. والسؤال الثاني خصوص المصورين الصحفيين اللي رانا نشوفوا في الجزائر مازالهم يصوروا من المدرجات، في حين في كل ملاعب العالم راهم في الميدان عادي بعد نعم. بالنسبة للسوبر كوب، نظن
هذه من صلاحيات المكتب الفيدرالي ولازم، لان لا سوبر كوب في لو شامبيون وفيه لو ديتونتير دو لا كوب دو لا ليغ، وتندار في اجتماع تاع المكتب الفيدرالي. نظن هذا البرنامج المكثف تاع الفرق الوطنيه والى اخره مع هذا الجمعيات العامه للرابطات، و دائما في هذا الاتجاه ربما ما خلناش نركز على هذه النقطه، ولكن تقدر تندار في اي وقت كان. المهم نطرحوها على المكتب الفيدرالي، نقول نطرحوها لان حاليا نسحب هذه تاع نطرحوها، نقول باللي الرئيس والمكتب اللي يجي يطرحها في الجمعيه العامه في الاجتماع المقبل تاع المكتب الفيدرالي. واما بالنسبه للمصورين لازم تكونوا تعرفوا حاجه، لان هذا هذا اللجنه اللي كان يتراسها الامين العام اللي اجتمعت الموسم الماضي في بدايه الموسم وخذات سلسله من الاجراءات، ما عاودتش اجتمعت من بعد باش تشوف واش يدخلوا ولا ما يدخلوش. الرابطه غير مسؤوله على هذا النقطه بالذات، لان هذا النقطه تمس التسيير تاع المرحله الاستثنائيه هذه بنقاط اللي ما كانتش كاينه. نظن انا طالبت في المكتب الفيدرالي السابق اللي من قبله باش تعاود تجتمع هذه اللجنه وتعاود تقلع، يعني تعاود ترجع للامور العاديه وين الامور عاديه، وتحتفظ بالنقاط اللي ما زالت، يعني لان اليوم مازال ما خرجناش من الازمه يعني هذه تاع الكوفيد. كاين مرحله اولى ثانيه ثالثه رابعه الى اخره، ونظن الصحه تاع المواطن الجزائري قبل كل شيء. ونتمنى يعني المصورين يعاودوا يرجعوا، ولكن لازم نقولها ونعاودها، الرابطة ماهيش هي المسؤولة على عدم تواجد المصورين في الملاعب، كاين لجنة وانا عضو في اللجنة فقط. تفضل. وش من وسيلة؟ التلفزيون العمومي دار بيان وقال بلي انا مديت يعني مونطون في العام الفلاني وكاع، هذا صحيح، ولكن مازال ديون تفوق ثلاث اضعاف ما صرح به التلفزيون العمومي. وحنا ما عندناش شك بلي ان التلفزيون العمومي راح يوفي بالوعود تاعو، لان المشكل مالي ومشكل يعني اجراءات، لان المرحله اللي مرينا بها تاع الكوفيد خلات الدوله تكون عندها اولويات، وبالتالي حنا تلفزيون دار يعني البيان تاعه وقال واش مديت عادي، يعني الارقام اللي مدها هي، ولكن رئيس الفيدرالي يتكلم على عدم ما تلقيناش كالفيدراليه ولا كرابطه، يعني من 2018 ولا 2019. انت في بعض الاحيان يعني تخلصني في 2018 ولا 2019، بصح هذيك اللي خصني خلصني فيها حتى 2017، شكون واضحين. احنا ماناش هنا ننتقدوا في التلفزيون العمومي، الانتقاد تاعنا التلفزيون العمومي وهو اسراع باش الاموال تدخل للرابطه المحترفه، باش هذا الاموال تروح للانديه، لان هذا الاموال تاع انديه المحترفه للتلفزيون العمومي راه ينقل يعني. ونتمنى عندنا تطمينات من التلفزيون العمومي ومن له الحق يعني في هذا الاتجاه، ما عندناش اشكال. احنا اوني دي بارتنير، التلفزيون العمومي رابطه فيدراليه، وتوقع وجوه يعني اختلاف في وجهه النظر فيما بينكم فيما بيننا فيما يعني امور عاديه وعاديه جدا. الانسان ماشي من حبه يدير قبا، حنا ماناش لهنا باش يعني نتير سير لو ان تي في ولا نو نو، اوني دي بارتنر، اوني دي بارتنر. ونتمنى هذه الديون تسدد في قريب العاجل، باش النوادي اللي راهي تعيش مشاكل كبيره في هذا الصدد
يعني يكون شوية تاع تاع يعني كما نقولوا احنا تخفيف، لأن الأموال اللي نسالها مقارنة بالأموال اللي سالوها اللاعبين النوادي، الأموال تاع البث التلفزيوني يعني كثيرة على واش يسالوا اللاعبين للأندية. يعني هنا نضربوا عصفورين بحجر، ننهوا المشاكل تاع اللاعبين ويخلصوا. ديجا كاينين عندنا للعلم تقريبا أكثر من 10 تاع لاعبين اللي أكثر من سنة للشك تاعهم موجودين في الرابطة، ولكن هذ اللاعبين ما جاوش داوهم وحوسنا عليهم، وصبنا حتى لي كوردوني تاعهم، منهم دي زيميغري، منهم يعني كاين اللي جاو مثلا الأسبوع الماضي، كاين 3 تاع لاعبين جاو، ما عندناش إشكال. يعني هنا نطمئن اللاعبين أن الدرام تاعهم محفوظين، ولكن كاين دائما خلل من جانب، وهذا الخلل اللي أثر على هذا وهذا وهذا، وهي سلسلة متسلسلة. ولكن أنا نظن الأمور عادية، وإن شاء الله في القريب العاجل كاين تطمينات من التلفزيون العمومي باش الأمور تروح يعني للتسوية. تفضل اسمح لنا شوية. أنا قبل ما نعلن على ترشحي من عدمه لازم نحسبها مليح. أنا ما جيتش البارح كرة قدم، أنا بديت كرة قدم كلاعب من ليكول حتى لي سينيور، مرور بين يعني جيتي انترناسيونال في ليكيب كادت، سيت اون سيليكسيون اللي اعتز بها، والذي كان معي بالحاج حسن حارس مرمى في شلف بهذيك لا سيليكسيون راح لي اس تي اس. جيت رئيس نادي من 97 من 93 ل 97 في نادي بقعة سحنون، كان يلعب في لونور، كي كان لونور بشلاغمو، اين انا ذا كان علي مالك هو رئيس الرابطة الجهوية الوسط، ما كانش البليد هذاك الوقت، رئيس نادي في جمعية شلف 97 حتى تقلت يعني رئاسة الرابطة المحترفة. سكو في لو موند دي فوتبول نعرفو كما ينبغي، و باش نتقدم ما نتقدمش هكذاك يعني في اون ديكلاراسيون هكا ارتجاليه، ولا الا عندي حظوظ النجاح باش نتقدم راني نتقدم، الا شفت بلي ما عنديش حظوظ النجاح جي دوتر شاف ويتي. للذكر وجودي في على راس الرابطه بينيفول أقولها، ولكن المنتقدين لو كان لقاو عليا يعني أمور اللي يفضحوني بها ما يتأخروش دقيقة، لأن اليوم رانا في العالم تاع لي ريزو سوسيو، ما كاش حاجة اللي تتخبى، وما كاش حاجة اللي ما تبانش. ولهذا السبب راكم تشوفوا الجمعية العامة بي يعني ils ont voté les bilans بالإجماع بالإجماع في كل العهدة تاعي 2018 2019 2020 2021 بالإجماع، ولا يوم واحد كان معترض، ولا يوم واحد قال لا. وحنا دائما البيبان تاعنا مفتوحين، حنا خدمتنا انا جيت من كرة قدم، انا ما جيتش بتجي من كرة قدم، ما لازمش تكون انترناسيونال وعندك 66 سيليكسيون ولا 70 سيليكسيون ولا 50 سيليكسيون في ليكيب ناسيونال. لاعب كرة قدم كاين اللي ينجح في كرة القدم ويبدا ستار ويبدا انترناسيونال، وكاين اللي يلعب في كرة قدم حياته لاعب عادي. كرة قدم ماهيش يعني مقياس، ماشي كاع اللي يلعب كرة قدم يقدر يسير. احتراماتي كل اللاعبين، لأن نقدر كل اللاعبين، كاين اللي ربي عاطيلو في تسير، كاين اللي ربي عاطيلو باش يكون يعني مسؤول ويسير، كاين اللي لا غالب. حنا نعرفوا عندنا أصدقاء لا مسيرين ولا لاعبين. نظن قبل ما نقول أي كلمة لازم نحسبها، وكي نحسبها مليح واش نعرف نتقدم ولا ما نتقدمش. هذا هو
السؤال الجواب على سؤالك، يعني إضافة إضافة من الجواب على سؤالك. تفضلي. سير الحسن با انا ما نتكلمش على هذه المرحله، مانيش راح نسيرها، ولكن نتكلم لك على واش سيرت من قبل. نظن قضيه تاع فريق عنده لاعبين في الفريق الوطني اكثر من ثلاثه، 3 اي بلس لو كلوب اللي عنده 3 اي بلس بو دوموندي لو باك لو بارادو ايزون دوموندي لو روبور، والرابطه وافقت لهم لان هذا شيء قانوني عادي جدا حقهم. يعني وحنا نتمناو الفرق اللاعبين تاع المحليين يكونوا في مختلف الفرق الوطنيه، وحنا جد فخورين على اساس لان فريق وطني اسمه فريق الوطني ليكيب ناسيونال الجيريان، ولكن دائما كاين لاعبين اللي هما محترفين وداروا لا كارير تاعهم في فرنسا، وكاين لاعبين كانوا في البطوله المحليه واحترفوا راحوا بالغين، راحوا رجاله، راحوا دي سينيور اللي عنده راح مولا 20 22 عام 23 عام 24 عام سكو في لاباس تاعو دارت لهنايا، وحاليا هما الهدافين في الدفاع. تسيب لاعبين خريجي البطوله المحليه في الوسط، تسيب لاعبين خريجي البطوله المحليه في الهجوم، كاين لاعبين خريجي في الهجوم، ولكن هما كلهم كتله واحده، كلهم جزائريين، ما كانش فرق بين هذا وهذا. ولكن البطوله هذه الناس تعيب على البطوله هذه، بطوله متواجده في الفريق الوطني، مش متواجده في الـ في الـ في الاو نيفو. سليماني بونجاح سوداني بالسبعيني الى اخره، هذو كلهم وزيد، يعني كاين اسمعوا تسمحوا لي بالعمري والى اخره، هذو كلهم خريجي البطوله المحليه، وهنايا كاين يسموها يعني لاعبين جزائريين يمثلون الفريق الوطني لحمة واحدة، لا فرق بين هذا وذاك، بل فيه مود طاقم جزائري تقني، لاعبين تقنيين جزائريين، وهذا الشيء ما 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 يعطلش السير الحسن للبطولة. كاين ثلاث مقابلات اللي رايحين يتأجلوا إلى كان الفريق بإذن الله يوصل النهائي وإن شاء الله يتوج، ولكن الأمور عادية جدا. نظن هذا كاع مش إشكال، وهذا لم يعيق ولن يعيق مستقبلا، إلا إذا أراد المسيرون تاع الرابطة يتحججون بأمور يعني ما عندها لا أساس لا رأس. إن شاء الله السلطات العمومية تأخذ بعين الاعتبار الفريق شبيبة القبائل، لأن فريق شبيبة القبائل لازم يدرب، فريق شبيبة القبائل لازم يقوم بالمهام تاعو، لأن ما تنجمش تقعد ما تدربش وتلعب. الكوفيد رانا عايشين به من 2020، من مارس 2020 إلى يومنا هذا، ماهوش حاجة جديدة علينا. إن شاء الله اللجنة العلمية والمسؤولين ياخذوا بعين الاعتبار الرسالة اللي شفتها اللي داروها شبيبة القبائل، ونحن يعني نساند كل الأندية تاعنا اللي تلعب كاس افريقيا سواء لا تشامبيونز ليغ سواء لا كوب دو لا كونفدراسيون، وهما يعني ان شاء الله نتمنى لهم من يعني المرور للدوري المجموعات كما يعني داروها الفرق اللي تمثل الجزائر في هذه لا تشامبيونز ليغ افريكان. ما عندناش شك باللي يسيبوا اذان ساغيه لدوليانس تاع الشبيبه. آخر سؤال ما قبل آخر، تفضل يا زبا. خلال الفترة الانتخابية تاعك